وقعت جامعة عين شمس اتفاقية مع جامعتي كليمسون الأمريكية وغوازانغ الصينية تستهدف تبادل الأفكار والخبرات بين طلاب الجامعات الثلاث، كما تهدف الاتفاقية إلى التعرف على ثقافات مختلفة للشعوب والعمل على إيجاد حلول مبتكرة وواقعية للمشاكل المختلفة. من جانبه قال عميد كلية هندسة جامعة عين شمس أيمن عاشور إن الاتفاقية هي إحدى ثمار التعاون المشترك بين الجامعات الثلاث لأكثر من 3 أعوام.